السلام عليكم، معكم البشير ابو النعيم، رئيس جمعيه سند الاجيال اكادير. حنا تنقوموا بهذه المبادره ديال الافطار، مشروع افطار الصائم النسخه الرابعه. الحمد لله وصلنا لحد الان، وصلنا ل 500 وجبه افطار اللي تنوزعوها يوميا، والحمد لله هادشي بفضل المحسنين من بريطانيا من هولندا، الحمد لله تيتعاونوا معنا. وواخا هكاك باقي الناس هنا، الناس الصائمين، باقي الناس المحتاجين بزاف، ومحتاجين بزاف لهاد الوجبات. باقي عندنا لائحه الانتظار، وبغينا الناس كاملين يتعاونوا معنا. ان شاء الله غادي نقوموا بوضع الرقم ديالنا عندكم هنا في الفيديو، وبغيناكم ان شاء الله يا ربي تعاونوا معنا ان شاء الله، والله يجازيكم كل خير. وبالنسبه للفئات المستهدفه، كاينين الطلبه سواء المغاربه والافارقه، وكذلك الاسر المعوزه، المتشردين، المهم كلشي تيستافد من هذا الافطار. سند اجيال اكادير، our target every day is to distribute 500 iftari for the poor people around the Agadir, Salam, Dakhla, around these areas. Alhamdulillah, we have a lot of support from the people of the United Kingdom, especially the Asian people of Bradford. Big thank you to them people. Bashir, thank you to Bashir, thank you to Bash from Bradford, who was a massive input into getting all the money together for these iftaris to take place. And I would like to say to everybody who is has donated a massive thank you very much for your help and your support, and keep it coming because there is still a lot more to do. Thank you very much. السلام عليكم، الاسم صلاح مسرى، نائب رئيس جمعية سند أجيال أكادير. الحمد لله هذه المبادرة ديال سند الإفطار الصائم هي مبادرة إنسانية كتهدف لأنها تحد من من مجموعة ديال المشاكل اللي كيعانيو منها طلبة مدينة أكادير، وخاصة وعابر السبيل الناس اللي هما محتاجين، لأن ضروري أن واحد تكون واحد الالتفاتة وواحد الالتماسة من طرف الجمعيات أنهم يساعدوا هاد الطلبة ويساعدوا هاد الناس اللي هما محتاجين. الحمد لله اليوم هذه الموسم الرابع والجمعية كتقوم بهذه المبادرة هذه، كل يوم كتحاول توفر ما يزيد عن 500 وجبة إفطار على حسب قدر الاستطاعة. وصراحة كنتمناو حنا الأمنية ديالنا هو أننا نزيدوا هذا العدد، نوصلوه ل 1000 و 1500، لأن الطلبة كثيرة وكثيرة بزاف. بزاف ديال الناس كيتواصلوا معنا، ولكن ما عندناش الجهد، لأن هادشي كنعتمدوا فقط على محسنين اللي كنشكرهم بزاف، سواء من بريطانيا سواء من هولندا، كنشكرهم بزاف على هذه البادرة ديالهم. وكنتمناو نزيدوا نطوروا هذه البادرة ونديروا حوايج اللي هما يكونوا بالنفع لا الناس المحتاجين، وحتى الناس اللي كيصيفطوا وبغاو يساهموا وبغاو يديروا الخير في الناس اللي هما محتاجين مثل هذه المساعدة. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابونا في لاشين يوتيوب او فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، او زوروا الموقع ديالنا على شبكات التواصل الاجتماعي.